بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، الله حرم الإسراف في كل شيء وبخاصة في الطعام والشرب. دعونا نتأمل علاقة الاقتصاد في الطعام بالذاكرة. سبحان الله، يعني علاقة عكسية. كلما تناولت كميات أكثر من الطعام وأسرفت بالطعام والشرب تكون ذاكرتك أقل جودة وأقل نشاطا. دعوني أتأمل. هذه الدراسة تؤكد أن استهلاك سعرات حرارية أقل يعني ذاكرة أفضل. سبحان الله، وبخاصة لكبار السن. فقد أظهرت دراسة علمية حديثة أن خفض استهلاك السعرات الحرارية ضروري جدا لتحسين الذاكرة لدى الإنسان وبخاصة كبار السن. ووجد الباحثون في جامعة مونستر في ألمانيا أن المشاركين في البحث ممن تقيدوا بحمية غذائية قليلة الوحدات الحرارية جاء أداؤهم أفضل في اختبارات الذاكرة الشفهية من سواهم. سبحان الله. لذلك أيها الأحبة، الله ماذا قال؟ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ونعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يتناول الإنسان لقيمات يقمن صلبه، وأكد أن الكافر يأكل في 7 أمعاء، المؤمن في معي واحد. وأكد لنا أهمية الصيام أيضا، أن نحافظ على الصيام. كل هذا يقيك أيها الإنسان من مشاكل الذاكرة. طبعا هناك فوائد كثيرة جدا، الوقاية من أمراض ضغط الدم والكوليسترول والوزن الزائد وغير ذلك، أمراض كثيرة جدا. ولكن الاكتشاف الجديد أن الذاكرة تصبح أنشط إذا قللت من استهلاك الطعام. والله تعالى قبل 1400 سنة خاطب كل البشر وقال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بالله عليكم، أليس الإسلام دينا رائعا لنتبعه بكل ما جاء به من تعاليم؟ أليس كل ما أمرنا به القرآن فيه الخير والنفع لنا؟ إذا لماذا بعض الناس لا يتبعون هذا القرآن؟ والله إذا أردتم أن تتبعوا العلم فعليكم باتباع هذا القرآن، والحمد لله رب العالمين. حتى يتبين لهم أنه الحق.